استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في قصر بيان سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام وسعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك شؤون الإعلام بمناسبة زيارتهما للكويت لحضور الملتقى الإعلامي العربي. في بداية اللقاء رحب صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة بوزير شؤون الإعلام ومستشار جلالة الملك مشيدا سموه بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور وتقدم في المجالات كافة خاصة في الشؤون الإعلامية، وكلفهما سموه بنقل تحياته وتقديره إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتمنياته لشعب البحرين بمزيد من التطور والرفعة والرقي. كما استقبل اسم الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان سعادة وزير شؤون الإعلام وسعادة مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، ورحب سموه بزيارتهم لدولة الكويت مشيدا سموه بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. من جانبهما نقل سعادة وزير شؤون الإعلام وسعادة مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام تحيات صاحب الجلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد إلى سمو أمير دولة الكويت وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهم الطيبة لسموهما بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكويتي الشقيق دوام التقدم والازدهار، وأعرب عن جزيل شكرهما وتقديرهما على كرم الضيافة والوفادة وحفاوة الاستقبال. كما التقى سعادة وزير شؤون الإعلام خلال زيارته لدولة الكويت الشقيقة أخيه معالي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي السيد محمد الجبري، وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق الإعلامي بين البلدين الشقيقين. كما قام سعادته بجولة في قطاعات الإذاعة والتلفزيون والشؤون الفنية بوزارة الإعلام الكويتية، يرافقه عدد من المسؤولين في وزارة شؤون الإعلام.